إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل: ما هي الطريقة المثلى للتعامل مع الأولاد الصغار؟ الولد الصغير يحتاج أن تحبه الحب الطبيعي الذي غرسه الله تعالى فيك من غير تكلف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين، فقال الأحنف بن قيس: قال عندي 10 من الولد، ما قبلت واحدا منهم، وكان أعرابيا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أقول لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك؟ وثبت في البخاري عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الصغار ويشمهم. مش فقط تقبيل، شم. وكان المغيرة بن شعبة يتصابى في بيته، يكون صبيا مثله. فأنت مع الأولاد عيش حياتك السابقة وأنت صبي مثله، تصابى مثله، هذه سنة، تصابى مثله، وابقى على راحتك مع أولادك. وأساس الطاعة الحب، والحب بين الوالد والولد والزوج والزوجة حب طبيعي ما في كلفة. والمصائب الشديدة التي تقع في البيوت عدم الحب. تخيل زوجتك ما بتحبك، تلبس لك خمار بس تعمل عجائب وراك، وتأتي شكوى كثيرة على الهاتف، على هاتفي، من كثير من طلبة العلم يشكونهم أزواجهم، مشغول بالدرس، مشغول بأوراقه، مشغول بهاتفه، لا يلتفت إلينا، لا ينظر إلينا، لا يراعي مشاعرنا. هذا كثير. إن قلت كل يوم تأتي 4-5 رسائل من الزوجات عن الأزواج أقول الأمر قليل. وبالتالي إخواني عيشوا حياتكم، مازح زوجتك، مازح أولادك، حبهم، ابقى على طبعك، ابقى على حبك، الحب الذي في قلبك، تمتع به مع الذي تحت يديك مع الإمكانات التي عندك. ما تبقى في خيال تعيش تقول سعادتي في التعداد. جهودك في التعداد الآن، السعادة الذي بين يديك. فإن جاء التعداد، قلب الرجل أوسع من قلب المرأة. الرجل بيحب واحدة واثنتين وثلاثة وأربعة، بس المرأة لا تحب إلا رجل. فما تحلم، ما تحلم، ما تجعل يعني كل سعادتك عبارة عن حلم. اسعد فيما بين يديك. كيف تكون السعادة؟ تحب أولادك، تحب زوجتك، هذه هي السعادة، وهذا من أكبر نعيم الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في صحيح مسلم أنه قال: الدنيا عرض، عرض زائد. قال: وخير عرض الدنيا الزوجة الصالحة. أحسن عرض في الدنيا الزوجة الصالحة، وأن تسعى وأن تطوف الكعبة المشرفة. من السنة أن تقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال أهل التفسير: حسنة الدنيا الزوجة الصالحة، وحسنة الآخرة أن ترى وجه الله، تسأل الله برؤية وجهه سبحانه وتعالى. فتقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يعني زوجة صالحة. فطريقة المثلى في التعامل في البيت: ما في قلبك من حب تترجمه إلى حياة، ترجمه إلى مواقف. بعد ذلك ما يضيرك تقرأ وتكتب وأنت غير عبوس، وغير يعني تشعر الناس كأنك طالب علم، يعني كأن الأجواء
مكفهرة والأعصاب مشدودة والعبث قاطب في الوجه. مش ليس هكذا الدين؟ الدين راعي مشاعر زوجتك، راعي مشاعر أولادك، وعيش حياتك وانبسط في حياتك. ولذا خيركم خيركم لأهلك. والله لو أعرف شخصا محددا بعيني أن زوجه تشكو منه وكان من خواص أصحابي، والله لا أقبله أن يكون صاحبا لي، لا أقبله. لماذا؟ لأن النبي يقول خيركم خيركم لأهله. لما في خير لأهله وما في خير لغيره، ليش تصاحبه؟ لماذا تصاحب رجلا ليس فيه خير لأهله؟ هذا لا يصاحب. من الذي يصاحب؟ من كان فيه خير لأهله يصاحب، لأن الخير سيتعدى إليك. فإخواني طلبة العلم، طلب العلم ينبغي أن يكون معينا لكم على سعادتكم، وأن يكون معينا لكم في طاعتكم لربكم، ومعينا لكم في أن تفرغوا مشاعركم تجاه من يحب الله تعالى، حب الشرع الصحيح، تجاه الزوجة. ما بيحب زوجته وما بيفرغ مشاعره مع زوجته سيبحث عن أخرى يفرغ عليها لها المشاعر. وأحسن خلق في الرجل عند المرأة، ويهون كل خلق عند هذا الخلق، العفة. أن تعلم المرأة من زوجها أنه عفيف عواطفه عندها وليس عند غيرها. فإذا المرأة رأت أن المشاعر والحب وتعلق القلب ليس عندها، تبدأ حينئذ المشاكل، والمشاكل لا أول لها ولا آخر. هذه نصيحة أحببت أن أجيب على هذا السؤال الذي وردني الآن في الحقيقة، وأرجو الله أن يتقبل منا ومنكم. هل مات النبي مسموما؟ نعم، لم يمت مقتولا، مات مسموما. وسمته امرأة يهودية وجعلت السم في ذراع الشاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب اللحم ويحب من اللحم الذراع، حتى عند اليهود يعرفون هذا. فوضعت لها السم في المكان الذي إن وضع الطعام، إذا وضعت الشاة بين النبي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه، فأخذ فمات على إثر هذا السم كما ثبت في الصحيح. هل يلزم من عقوق الأبناء للآباء أن يكون الجزاء من جنس العمل وإن تاب الأبناء بعد موت الوالدين؟ هذا أمر ليس لك، هذا لله. والجزاء من جنس العمل قاعدة مضطردة، في لله سنة في الشرع وفي لله سنة في الكون. فإن تبت ورجعت إلى الله عز وجل بصدق وأحسنت إلى أبويك وما تركت الدعاء لهما وعملت على وصل من يحب والداك، فلعل الله عز وجل يهون عليك. أما بر الوالدين من أهم أسباب الطاعة ومن أهم أسباب التوفيق في هذه الحياة. الله يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. يعني مهما حلقت وصارت لك أجنحة وطرت في موقعك الاجتماعي وفي مهنتك وفي كثرة المال عندك وأصبحت صاحب منصب، أمام الوالدين اخفض هذين الجناحين وتعامل مع والديك بذل ورحمة. كان قتادة بن دعام السدوسي التابعي الجليل تلميذ أنس بن مالك، كان لما يجلس مع أمه يفتفت لها الطعام ولا يأكل، وكان إذا تكلم بين يديها يشعر السامع أنه يتكلم بذل، دليل تكلم بذل. فلما سئل لماذا لا تأكل قال أخشى أن أضع لقمة في فمي تشتهيها أمي فأطعمها ولا أكل. ولما سئل عن كلامه معها قال واخفض لهما جناح الذل. الولد لما تكلم مع أبويه السامع يقول هذا ذليل، الذي يستمع يقول هذا يتكلم بذل.
هكذا حال الأبناء الآن؟ والله يا إخوة مات لي أبوان أسأل لهم الرحمة، ما ندمت على شيء إلا على عدم إكمال برهما، ومن أكمل البر لأبويه يعلم إن كان الوالدان عندك في بيتك. وهذا الذي امتن الله علي به في آخر حياتي، أن الرجل لا يستطيع ذلك إلا أن يجاهد نفسه جهادا عظيما. جاء رجل الجهاد يطلب الجهاد في سبيل الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي أبواك؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ففيهما فجاهد. هذا الحديث لا يفهمه، والله لو قرأت كل كتب الدنيا وأنت تبحث عنها فقه هذا الحديث لا تفهمه، إلا أن يكون أبواك عندك. لما يكون أبواك عندك في بيتك في كل لحظة تستحضر هذا الحديث، أن تجاهد في أبوي. والله يقول عز وجل في كتابه: وبرا بوالدي ولم يكن إيش؟ جبارا عصيا. الذي عاق بوالديه جبار عصي. وبرا بوالدته ولم يجعلني جبارا شقيا. الذي ليس بارا لأمه كتب الله عليه الشقاء. وبرا بوالدته ولم يكن جبارا شقيا. الوالدين جبارا عصية، معصية الله، أما الوالدة ولم يكن جبارا ولم يجعلني جبارا شقيا. إذا العوام بيقولوا هذا موفق في عمله، موفق في حياته ببركة بره لأمه، هذا مستنده الآية، هذا الكلام صحيح ومستنده الآية: وبرا بوالدته ولم يجعلني جبارا شقيا. أعطى والدي أعطى ولد، أعطى اثنان من الولد، والد أعطى اثنين من الولد مبلغ 14,000 دينار دون الآخرين، فمات الوالد. السؤال: ماذا لهم وماذا عليهم مع باقي الورثة؟ أب خص ولدين من أولاده بمبلغ كل واحد 14,000. طب لو سألنا هذا الوالد: لماذا أعطيتهم هذا؟ قالوا: فقير. استأذن. قال: أحبهما. جاء النعمان بن بشير وثبت ذلك في الصحيحين، وقد نحل، أي أعطى نحلة هدية، وقد نحل إحدى ولديه، إحدى ورثته نحلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أشهد على جور، هذا ظلم، لا أشهد عليه. فمن الظلم أن يخص الوالد ولده. طب الولد عاصي، ألف قلبه، ادعو له واعطه، ألف قلبه ما دام ولدك، فلعل مآل أمره أن تنتفع به بعد وفاتك أن تنتفع به أكثر من غيره، ما تدري مآلات أحوال الناس وخواتيم أعمالهم لا تعرفها. فأنت الواجب عليك أن تعدل مع الأولاد. طيب الولد بار بأبيه، أبوه يعطاني 14,000 دون إخواني، أرفع ظلم عنه من باب بري أنا بأبي، أن أوزع الذي أخذته على إخواني وأخواتي بالميراث الشرعي بعد الوفاة، وإن كان في العطية في الحياة وهي كذلك تكون، لا تكون العطية إلا في الحياة، أعطيهم وليس واجبا علي، لكن من باب البر أن أعطيهم. فقد ذكر أهل العلم أن الحرام لا يتعدى إلى ذمتين، الحرام
لا يتعدى إلى ذمتين، الحرام بيكون في ذمة واحدة بريرة، وثبت ذلك في صحيح البخاري. كانت أمة لعائشة، وكان الناس يتصدقون عليها، أمة فقيرة، فكانت تأخذ من الناس الصدقة، وكانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم هدية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هو عليها صدقة ولنا هدية. الذمة، المال الحرام لا يتعدى ذمتين، هي ملكته. ثم قالت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة ولنا هدية. رجل والده يعمل في حرام، ولا تنازع هذا المال في حرام ذمة، فالولد يأخذ هذا المال ميراثا شرعيا صحيحا، والإثم على من؟ على الوالد. الناس يحطمون في الدنيا ويجمعون بالحلال والحرام ويتركون المال لغيرهم، سبحان الله، عجيب، ناس عجيبين. والعجيب من الذنب، ذنب أعجب شيء في الذنب، أن الذنب يجر ذنبا أكبر منه، كما كان يقول بعض تابعي الكوفة: إني لأترك المعصية خوفا من أختها التي هي أكبر منها، وإني لأعمل الطاعة طمعا في أختها التي هي أكبر منها. سنعمل طاعة ويطمع في طاعة أخرى، وهكذا. رجل معتمر لا يصلي السنة في الحرم سوى سنة الفجر والوتر كونه مسافرا، نرجو بيان الحكم. المسافر في جهاد في سبيل الله، المسافر في طاعة من الطاعات، في صلة الأبوين، في صلة الأرحام، المسافر في الحج والعمرة، والمسافر في حلال كالذي يسافر لتجارة أو يسافر يشم الهوى، تعبيرنا الدارج اليوم، هذا أجره في سفره، أجره في حضره. إذا كان من طلبة العلم يتعلم أو يعلم، وإذا كان من العباد يشتغل بالأذكار وتلاوة القرآن قيام الليل وهو في سفره وفي مرضه، أجره كأجره في حضره وعافيته، يبقى الأجر كما هو، ما ينقص شيء من أجره. والنبي صلى الله عليه وسلم في السفر كان لا يصلي إلا سنة الفجر والوتر فقط، وكان صلى الله عليه وسلم لا يصلي السنن الراتبة. ورد حديث عند الدارقطني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي سنة المغرب، وإسناده ضعيف، لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي سنة الفجر ما تركها، والوتر ما تركها، لا في سفر ولا في حضر. انظر العبد في هذه الحياة لا يصلي الوتر، ينام بلا وتر، والنبي ما ترك الوتر لا في سفر ولا في حضر. قيل للإمام أحمد: فلان لا يصلي الوتر في الحضر، فقال الإمام أحمد: هذا رجل سوء، رجل سوء. فالمسافر الحاج أو المعتمر لا يصلي إلا سنة الفجر وإلا الوتر، لكن هل له أن يصلي وأن يتطوع؟ نعم، له أن يتطوع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قيام الليل وهو مسافر على الراحلة. هنا بيجي سؤال، أخ يقول: إحنا جايين على وقت الفجر،
وقد ندخل على الدرس وفاتتنا سنة الفجر، فهل لي أن أصليها على الراحلة وأنا في السيارة؟ لا كذلك. لما تكبر تكبيرة الإحرام تكون اتجاه القبلة وتقول الله أكبر وتصلي بالإيمان سنة الفجر، ولا حرج في ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر على الراحلة، وكان يقوم الليل قبل الوتر وهو على الراحلة. لما نذهب في العمرة في رمضان إلى مكة المشرفة، نذهب لقيام الليل، نقوم الليل، نصلي قيام رمضان، فهل هذا مشروع؟ مشروع. كان النبي يترك صلاة الرواتب لأن الأجر حاصل. إن أردت أن تتطوع، سنة العصر ليست راتبة، الراتبة الصلاة التي داوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة التي فعلها تارة وتركها تارة هذه ليست راتبة، هذه تصلى. مثل سنة العصر راتبة، قيام الليل، سنة الضحى، تحية المسجد، سنة الوضوء، صلاة التطوع المطلق. رجل دخل وراد أن يعلم أن الركعتين الركعة بمئة ألف ركعة، قال فأصلي بين الظهر والعصر، أبقى أصلي بين الظهر والعصر، أبقى في صلاة، ما في حرج، صلي كما تريد، صلي كما تريد. بل من خصائص الحرم الشريف أنه لا يوجد فيه وقت للكراهة للصلاة. في الحرم ما في وقت في كراهة، تصلي 24 ساعة ما في حرج. من خواص الحرمين الشريفين لا يوجد فيه وقت للكراهة، فلك أن تصلي ما تشئت. ويوم الجمعة ما في وقت للكراهة في الصلاة، يوم الجمعة لك أن تصلي ما شئت، فضيلة المكان أو فضيلة الزمان، الزمان يوم الجمعة والمكان الحرمين الشريفين لا يوجد فيهما وقت للكراهة. من هم أهل الفترة الذين يختبروا يوم القيامة؟ ابن القيم له كتاب بديع اسمه طريق الهجرتين، ورتب المكلفين على طبقات، وجعل آخر طبقة من طبقات المكلفين طبقة الذين يمتحنون يوم القيامة. طبقة الذين يمتحنون يوم القيامة أقوام ما أدركوا الأنبياء وما قامت عليهم الحجة، أو واحد في عصرنا يعيش في مكان نائي ولا يستطيع أن يتواصل اليوم مع وسائل التواصل، موجود هذا ولا مش موجود؟ موجود. لو ذهبت إلى بعض جزر أندونيسيا، وأندونيسيا فيها 14,000 جزيرة، بعض الجزر الناس فيها متخلفون، بذل جهده وسعى وقدم كل وسعه ليعلم الحق فلم يعلم، هذا أمره إلى الله، هذا من أهل الفترة. من أدرك الإسلام على كبر، أدرك الإسلام، بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كبر ولم تبلغه دعوة التوحيد، دعوة إبراهيم عليه السلام، هذا من أهل الفترة. الأصم الأبكم لا يسمع ولا يتكلم، هذا من أهل الفترة. المجنون من أهل الفترة. المعتوه عاقل لكن الغالب عليه السذاجة والعتة والضياع، هذا من أهل الفترة. أولاد المشركين من أهل الفترة. هؤلاء جميعا تشعل لهم النيران يوم القيامة ويؤمرون باقتحامها، فإن اقتحموها دخلوا الجنة وإن أبوا دخلوا النار. سموا اليوم امتحان شامل، امتحان شامل، يظهر الصادق من
حكم الموطن. هذا كان امتحان دجال نسأل الله العافية. دجال معه الحديث الصحيح، دجال معه ماء ونار، وناره ماء وماؤه نار، ومعه جبال من الخبز. ليش بسوق الدجال مجاعات؟ عشان ما يجدوا الخبز، يموتون جوعا. من علامة الدجال يعني علامة مضي الزمن، الدجال يغري أتباعه أن يكونوا معه، يعطيهم خبزا، يطعمهم خبزا، معه جبال من الخبز. فهذه أشياء لها ظاهر ولها باطن، والنبي أخبرنا عن باطنها صلى الله عليه وسلم. والعاقل من ينشرح صدره لخبر نبيه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أهل الفترة. هل يجوز التحدث مع الإمام أثناء الصلاة لتنبيهه على خطأ، علما أنه قيل له سبحان الله ولم ينتبه للخطأ؟ الأصل في الإمام إذا نبه بسبحان الله وهو لا يجوز له أن يطاوع من نبهه، ووجد إصرارا من الناس على قولهم سبحان الله أن يقول مثلهم سبحان الله. ثبت في الترمذي بإسناد قوي عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه صلى ذات يوم صلاة المغرب فقام للثالثة ونسي التشهد الأوسط، قام للثالثة فسبح به الناس، فلما رأى إصرارهم على التسبيح، شو يعني معنى التسبيح؟ فاتك التشهد الأوسط اجلس. هل يجوز الإمام إذا استتم قائما بالثالثة ونسي التشهد الأوسط أن يعود؟ لا يجوز له أن يعود. بس هل انتبه هو للخطأ؟ انتبه للخطأ، انتبه للخطأ وليس له أن يعود. قال فسبح به الناس، فسبح بهم. فلما أصروا سبحان الله سبحان الله وقالهم سبحان الله، ما معنى قول المغيرة سبحان الله؟ أنا غلطان وعارف غلطي ولا يجوز لي أرجع، فاسكت وخلاص. سبحان الله اسكت وخلاص، أنا عارف أني غلطان، فبس جد السهو تنتهي المسألة. فلما جلس للتشهد سجد قبل السلام، ثم قام بالناس خطيبا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. طيب هل يجوز أن أكلمه بغير القرآن؟ لا، إذا استطعت تتكلم بالقرآن لا حرج. كان الإمام الدارقطني، والإمام الدارقطني إمام كبير من أئمة المحدثين، ضابط للرجال عارفا بهم، فجاءه الطلبة يقرؤون عليه الأحاديث، فقام يصلي وهم يتذاكرون، فقال أحدهم حدثنا بشير، والصواب نسير، بشير ونسير، وكان يصلي، فسمعهم يقول الطالب حدثنا بشير، وكان قد فرغ من الفاتحة، فقرأ الإمام الدارقطني نون وأكمل نون. شو يعني بده يقول للمقرأ؟ قالوا بشير غلط، نسير الصح. فقال نون ثم أكمل، هذا لا حرج، إذا كنت حافظا
يعني استطعت أن تفيدهم وأنت تقرأ فلا حرج في ذلك. أما أن تقول له هي ركعة خامسة اجلس، هذا ورد عن الأوزاعي إمام أهل بيروت رحم الله بيروت وأعادها إلى عزها. بيروت بلد العلم، إلى مطلع القرن العشرين بيروت فيها من العلم ما ليس في غيرها، إلى سنة 1890 و1910 الوقت هذا كان أئمة العلم في بيروت. محمد رشيد رضا ترك بيروت وذهب إلى، وأصله من بيروت، أصله من صيدا من لبنان إلى مصر وأصبح إماما. شاهد بارك الله فيكم، الأوزاعي يقول لك أن تتكلم في الصلاة لصالحها، والصواب قول جماهير أهل العلم، لا يجوز لك في الصلاة أن تتكلم بشيء، لا يجوز لك في الصلاة أن تتكلم بشيء، لأن النبي قال عن الصلاة إنها ذكر لله، فلا يجوز فيها الكلام. كان في أول الإسلام يجوز للإنسان أن يتكلم، ورد الحديث في صحيح مسلم، دخل صحابي وهو سليك فصلى فعطس فقال يرحمك الله وهو في الصلاة، قال فجعل الناس يسكتونه، يعني أنه في الصلاة. كان هذا في أول الإسلام، أما فيما بعد فلا يجوز في الصلاة إلا ذكر الله عز وجل، قراءة القرآن والأذكار، ولا يجوز الزيادة عليها. طيب، انتشر تحت عنوان بشرى سارة أنه وجد من مخطوطات كتاب الفنون لابن عقيل، ما مدى صحة هذه البشرى؟ كتاب الفنون يقول الإمام ابن رجب رأيت منه مجلدة رقم 400 ونيف، يعني كتاب الفنون لو طبع يصل أقل شيء إلى 1000 مجلد. جمع فيه الإمام ابن عقيل العلوم كلها، العلوم اللغوية والعلوم الشرعية، ووجد قطعة يسيرة منه في المكتبة الوطنية بباريس، ونشرها رجل من فلسطين نصراني اسمه جورج المقدسي، وما عدا هذا الكتاب، ما عدا هذه القطعة مفقودة. كان ابن عقيل يكتب حتى يتعب، فإن تعب نام على ظهره وذهنه شغال جمع ماذا يكتب، ثم لما يجد قوة يستيقظ ويكتب، يكتب ما كان يفكر فيه على ظهره. فيأتي الطعام فكانت زوجه تذيب له الطعام في الحليب، في الحليب، فكان يشرب، فكان يقال له لماذا لا تأكل؟ قال لا وقت عندي للمضغ، مضغ الطعام بيذهب جزء من الوقت، فأنا ما عندي وقت أمضغ. فزوجته كانت تضع الطعام وهكذا، فألف هذا الكتاب، واعتبروا هذا الكتاب من فتوح الله تعالى عليه. قرأت المجلدين المطبوعين، تقرأ كلاما عميقا دقيقا من أدق ما يمكن أن تقرأ، ومن ألذ ما يمكن أن تقرأ، من ألذ، وتقرأ تشعر بلذة، تشعر بنشوة، تشعر بافتخار، تشعر بابتزاز، تشعر بأن الله عز وجل كيف فتح هذه العلوم على هذا الرجل. كلام دقيق للغاية. إذا هذا مجلدين في كل الكتب، الكتب كلها هكذا. ظهرت بشارة قرأتها، فقالوا كتاب الفنون وجد في بعض مكتبات تركية، فقلت أنا لا أستبعد لكني لا أصدق حتى أرى. من يرى كتاب الفنون اليوم بالجوال تأخذ صورة عنه، تأخذ صورة على الغلاف، صورة على الكتاب. فقال أي مخطوط قيل لي أنه مفقود ثم وجد أنا لا أستبعد، لكن لا أصدق حتى أرى بعيني، فما لم أرى بعيني
فالأمر ليس بصحيح. بعد السؤال والتحري وجدت أن الكلام ليس بدقيق، الكلام ليس بصحيح، ولا نعلم وجودا لكتاب الفنون إلا القطعة المتبقية في المكتبة الوطنية بباريس. المكتبات في الدنيا تتنافس في تحصيل مخطوطات أئمتنا وعلمائنا، وممن لهم سهم واسع وسريع وتقدم كبير في العقدين الماضيين أو الثلاثة عقود الماضية، للأسف مكتبة أورشليم في القدس لليهود. حريصون كل الحرص على وجود المخطوطات، مخطوطاتنا. كان صدام حسين في قصره عنده مصاحف خلفاء بني عباس، خلفاء لهم مصاحف مذهبة ومصاحف موثوقة ومصاحف يعني جيدة، نساخ كبار نسخوها، ثم بقدرة قادر انتقلت هذه المخطوطات من قصر صدام إلى مكتبة أورشليم. في قبل 5 سنوات كان في برنامج يومي على النت تعرض مخطوطات هؤلاء الخلفاء، كل يوم يعرضون مصحفا، برنامج باحثة فاهمة، باحثة دقيقة فاهمة، من اليهود يعرضون اليوم مصحف خليفة فلان، غدا مصحف خليفة فلان. كل المصاحف التي كانت في صدام عرضت في مكتبة أورشليم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن المكتبات الحريصة جدا على المخطوطات المكتبة الوطنية بباريس. سافرت للهند حتى أحصل مخطوطة الخلافيات للإمام البيهقي، فوقفت على رجل قال لي المخطوطة كانت عندنا وأهديناها أو بعناها لمكتبة الوطنية بباريس، وهذا الكتاب للآن طبع وطبعته ناقصة. سؤال من حبيبة لي وهي ابنتي الصغيرة، تلاها الله تعالى بأن أسقطت مولودا، وأنا خارج الدرس تقول لي يا أبتي أجب على، أرجوك أن تجيب على هذه الأسئلة، فقلت حبا وكرما. فتسأل تقول كيف يعلم الإنسان أن ما يقع عليه ابتلاء أم عقوبة؟ الحياة كلها ابتلاء، من ظن أن هذه الحياة حياة سعادة ونعيم ورخاء فهو مخطئ. وأشد الناس ابتلاء من؟ أحب خلق الله. أشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. كلما قربت من النبي صلى الله عليه وسلم اشتد بلاؤك، ولكن المدخر عند الأنبياء لهم عند الله كما قال الله عز وجل وللآخرة خير لك من الأولى، الآخرة خير الدنيا. فالذي يحبه الله يبتليه، فالبلاء علامة حب إن كان معه صبر والرضا على الله عز وجل، فنحن ملك له والله يفعل بنا ما شاء. وكذلك المرأة وجنينها ملك لله والله يفعل ما يشاء. فإن ابتلاها بأن فقدت ولدها سواء تم أو أسقطت قبل أن يتم الحمل، فإن صبرت ورضيت فهذا العمل يحبه الله ويرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. النتيجة واحدة الدنيوية، ولكن فرق كبير بين الراضي وبين الساخط. قيل للإمام الشافعي أيهما أحسن، أن يبتلى الرجل أم أن يمكن
فقال رحمه الله: سبحان الله سبحان الله، وهل يمكن الرجل حتى يبتلى؟ الرجل لا يمكن حتى يسيقه بلاء، وهل يمكن الرجل حتى يبتلى؟ فيا بنيتي ما كتب الله لك إن صبرت فهو خير لك في دينك ودنياك. فالرضا والطاعة عبادة، والعبادة لا يترتب عليها إلا خير، وإن ترتب على هذا، وهذا أمر قلبي لا يعلم به أحد إلا الله، فالله ينظر إلى قلبك، فإن وجد رضا عن الله عز وجل واحتساب، وكلما جاءك شعور فيه ضعف، ضعف الأم التي فقدت ولدها، فلا بأس، العين تدمع لا حرج، لكن المهم القلب يكون راضيا عن الله عز وجل. أما جواب السؤال، تقول: كيف يعلم الإنسان أن ما يقع عليه ابتلاء أم عقوبة؟ فهو في حديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة أخرجها الإمام ابن حبان في صحيحه بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إن أيوب عليه الصلاة والسلام لبث في بلائه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد، ابتلي أيوب بالمرض، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين كانا من أخص إخوانه، كانا يغدوان عليه ويروحان. اثنان هجره الناس بسبب المرض، بسبب ضعفه، سلم يبتلى يفحص إخوانه فهجره الناس، إلا رجلان كانا من أخص إخوانه، واحد يأتي في الصباح واحد يأتي في المساء يلبيان له حاجاته من الطعام والشراب والاستحمام وما شابه. في يوم من الأيام التقيا، فقال أحدهما لصاحبه: تعلم، انتبه الآن، قال أحدهما للآخر: تعلم، والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالم. هذا الابتلاء اللي في أيوب ما ابتلاه أحد من العالم. فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به، فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له، ذكر ذلك لأيوب عليه السلام. فقال أيوب، فقد حاله دائما، الإنسان إذا أصيب مصيبة وإذا وقعت الأمة مشكلة، العبد المؤمن ماذا يفعل؟ يتفقد حاله. هذا منهج الأنبياء. منهج الآخرين يبحث عن غلط غيره. وأول الناس اليوم لما يقع مصيبة تبدأ تشتم الملوك، سب الحكام، وهذا ليس منهج الأنبياء أبدا. أيوب لما وقع في المعصية علمنا ربنا ماذا قال: لا إله إلا أنت سبحانه إني كنت من الظالمين. لما تقع مشكلة ابحث، فقد حالك، فقد أحوالك، مشكلة منك مش من غيرك، وفي شرطي ما واقف على بيتك، بيتك تطلع متبرجة، خلل منا والخلل فينا. قال أيوب لما قالوا: هل أذنبت ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين؟ فقد حاله، فقال: والله لا أعلم ما تقول، غير أن الله يعلم أني أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله، فأرجع إلى بيتي فأكفر
عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. كذا واحد حلف يمين أنا أكفر عن يمين مخافة أن يذكر الله عز وجل إلا في حق. قال وكان يخرج إلى حاجته فإذا قضى حاجته أمسكت امرأته بيده فلما كان ذات يوم أبطأ عليها فأوحى الله تعالى إلى أيوب في مكانه اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. اضرب رجلك، رجل رجل ضعيف مبتلى بالمرض، الله قال له اركض برجلك اضرب رجلك الأرض. شو يعني الضربة راح تكون ضربة الرجل الضعيف المريض؟ اركض برجلك سينبع منها ماء واغتسل منه، هذا مغتسل بارد واشرب منه وشراب. فاستبطأته زوجته، تركته ليقضي حاجته، فاستبطأته امرأته فأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء فهو أحسن ما كان. رجع إلى شبابه بجماله، بجماله رجع إلى شبابه. فلما رأته قالت له إي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ والله على ذلك ما رأيت أحدا أشبه به منك إذ كان صحيحا. فقال أيوب إني، فقال فإني أنا هو. تغيرت الحال لحظة بلحظة. ذاك قال الله جل في علاه ابتلاه بذنب وأذنب ذنبا، نهاية الذنب ضعف خور تشرذم خلاف لعن شتم مثل قادة المجاهدين، وظهر هذا في أفغانستان قادة المجاهدين في سوريا جهال. شو اشترط تبع لهم؟ صاروا 20 فرقة وكل فرقة تكثر الأخرى وبينهم تشرذم وبينهم ضعف، ذهبت عنهم الدنيا، ذهب عنهم الدين وضاع المسلم. العقوبة نهاية تشرذمة وضعف، والبلاء نهايته ما حصل مع الأنبياء، ما حصل مع أيوب، ما حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتلي بلاء. نهاية البلاء ما هو؟ نهاية البلاء قوة وتماسك ودعوة للتوحيد ودعوة للخلق ودعوة للخير. فرق كبير بين العقوبة والابتلاء. وأنت في المعركة ما تعرف، إذا كنت صادقا تخاف أن تكون قد عوقبت، تخاف أن تكون قد عوقبت. متى تعرف أنك في عقوبة وفي بلاء؟ متى تعرف؟ اصبر 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 على ما كتب الله لك ولا تخالف، وتضرع إلى الله واسأل الله عز وجل. منعت من الدرس لمدة 3 سنوات، والله ما من فريضة، كنت أسجد في أغلب فرائضي وأنا أسجد أقول يا رب لا تحرمني بمع، لا تحرمني من أن أعلم الناس، يا رب لا تعاقبني بذنبي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ويسر الله عز وجل وعاد الدرس. والأمر يسير، هذا أمر يسير. ففرق بين من عوقب وبين من ابتلى. والعقوبة المآل هو الذي يظهر، هل أنت في عقوبة أو في بلاء. وكان له أندران، أندر للقمح وأندر للشعير لأيوب، تتمت الحديث عندي بن حبان. فبعث الله سحابتين، فلما كانت إحداهما على أندر القمح، أندر القمح يعني مجمع الذي بعد حصاد القمح يوضع فيه القمح، يقول فبعث الله السحابتين فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاضت، وأفرغت الأخرى على أندر الشعير الورق الفضة حتى فاضت. العطاء من عند الله عز وجل. في صحيح البخاري كان أيوب يغتسل عريانا، البخاري بوب عليه باب جواز الاغتسال عريانا، لا حرج إنسان يتعرى ويغتسل ما في حرج في هذا.
كان أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، فذات يوم وهو يغتسل أنزل الله عليه جرادا من الذهب، قطعا من الذهب وهو يغتسل، فكان يجمعه ويضمه ويقول: لا غنى لي ربي، لا غنى لي يا ربي عن عطائك وفضلك، ما لي غنى عن عطائك وفضلك. فالابتلاء يعقبه كما قلت، يعقبه ايش؟ يعقبه خير، واما الشر فلا يعقبه الا شر، الشر لا ياتي الا بشر. لا اله الا الله مفتاح الجنه، من قال لا اله الا الله دخل الجنه؟ من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. اما حديث لا اله الا الله هكذا بهذا اللفظ، لا اله الا الله مفتاح الجنه، حديث اخرجه البزار واسناده ضعيف، وفيه شهر ابن حوشب، وثبت عند البخاري تعليقا عن وهب، عن وهب بن منبه قال: لا اله الا الله مفتاح الجنه. هذا من قول وهب بن منبه. ثم قال: المفتاح ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بعمل فقد فتح لك، وإن جئت بمفتاح ليس له أسنان فلا يفتح لك. مفتاح يفتح وتكون له أسنان، أسنان المفتاح اللي هي إيش؟ العمل. فإذا جئت بمفتاح له أسنان معه العمل الصالح فتح لك، وإذا جئت بمفتاح بلا أسنان لا يفتح لك، لا يفتح لك. فلا إله إلا الله كلمة أثقل من السماوات والأرض، ولها واجبات، ومن أهم واجباتها العمل الصالح، أن تقول لا إله إلا الله وأن تشفع ذلك بالعمل. أخ يقول: السلام عليكم شيخنا الحبيب. عليكم السلام، حبك الله. بعض الناس يأتي بابنته الصغيرة للصلاة الفريضة وتقف بين الرجال، هل هذا جائز؟ لا، هذا ليس بجائز، هذا ليس بجائز، وهذا من قطع الصف. أخ يسأل وتكرر السؤال، يقول: شيخنا الحبيب، عندنا مشكلة، زوجات إخوتي يلبسون البنطال، ونحن من عائلة معروفة بالاستقامة، تكلمت مع إخواني دون فائدة، الوالدة تقول الإثم على والد الزوجات، انتبه، كل يرمي الإثم على غيره، الوالدة تقول الإثم على مين؟ على أبوهم وربهم، والإثم على أخوك اللي تزوجهم ومش متدينات، عليكم ذات الدين، أخوك اختارها وتلبس بنطلون، يعني إثم أيضا، أبوها ما ربها إثم، لكن أخوك اللي زوجها وهو يعلم أنها تلبس بنطال عليها الإثم. سؤال، أكمل السؤال، تقول الإثم على والد الزوجات وعلى والد الأزواج لأنه لا يكون حازم معهم للبس الجلباب خوفا منه، فلا على من يكون إثم هذا التبرج؟ التبرج جريمة ليست شخصية، التبرج جريمة عامة، وعلى كل فرد من أفراد الأمة يستطيع أن يغير التبرج الواجب عليه أن يفعل. جرى في معرض عمان عندنا من فترة، وكنت لما أدخل المعرض أردت تبرج، فإذا رأيت امرأة وجها لوجه، خصوصا إذا كانت بائعة كتب، والآن أصبحت الناشرات مش بس الناشرين، صارت المرأة تعمل دار نشر تبيع كتب، فأدخل ولي حاجة أشتري كتاب، فأبدأ معها بالسلام عليكم، أنت مسلمة أنا مسلمة، لباسك ليست لباس المسلمة، لباسك لباس الكافرة، المسلمة تعرف بلباسها، وأنت شكلك والكافرة سيئة، وأرى هذا واجبا علي، أنا مضطر أتعامل معها رغما عني. طب أنا مصلحتي مين أيه هو المقدم عندي في شرعي وليس عندي؟
أيهما المقدم عندي؟ أشتر الكتاب ولا أمرها ولا أنهاها عن المنكر؟ تقول أول أنهاها عن المنكر ثم أشتر الكتاب. أشتر الكتاب وقبلها أنهاها عن المنكر، أغض بصري وأتكلم معها بطاعة، وأنا مستحضر الطاعة. الإمام الأوزاعي كما في سير الكزاري يقول: أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك. كل مسلم على ثغرة. هذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هو بصحيح، هو صحيح من كلام الأوزاعي رحمه الله. الأوزاعي بيقول لك: أنت على ثغرة من ثغر الإسلام لا يؤتين من قبلك. أنت حارس حدود. تعرفون حارس الحدود؟ حارس عقيدة، حارس خلق، حارس. أنت حارس، عملك حارس، عملك أن تعظم الله، أن تعظم أوامره. فإن وجدت في مكان وجب عليك لله فيه مقال فلا تسكت، ولكن كن مؤدبا. إما ما تفقد أعصابك، ما تتكلم بتهور، لا تشتم، لا تتهم. كان معروف الكرخي يمر على رجلين أهل المربط، أهل الغناء، فيراهم فيقول: يا رب يا رب كما فرحتهم بمعصيتك، يا رب فرحهم بطاعتك، كما فرح هؤلاء بمعصيتك فرحهم بطاعتك. المرأة لو تصبح المرأة رجلا دقيقة وتعلم كيف الرجال ينظرون إليها، ما أبت إلا أن تلبس خيمة كبيرة ما يراها، مش جلباب ولا خمار. الرجال لما ينظرون، والرجال والنساء لما ينظرون، النساء لما تنظر بعضها لبعض ينظر بإعجاب وزينة جمال، الرجال لا يعرفون هذا. الرجل يريد الشهوة، إذا نظر ينظر العورة، يفكر، لا يفكر الرجل إلا بالعورة. المخطوبة لما يعني تتذكر خطيبها من أول خطبة، تتذكر خطيبها مشيك ولابس من أجمل اللباس ومهذب وصاحب خلق. الرجل لما يتذكر مخطوبته يعريها. هذا طبع في الرجال، طبع في النساء. ليس الذكر كالأنثى، الذكر ليس كالأنثى. لو المرأة تصبح رجلا يوما، ساعة، دقيقة، المرأة تصبح دقيقة إذا كانت فيها شيء من خلق الذي أجمعت عليه البشرية، ليس الشريعة المحمدية، البشرية أجمعت على الخلق. لو أصبحت رجلا دقيقة لا أبت إلا أن تمتثل أمر الشرع وألا تخرج إلا مستورة، إلا العواهر والعياذ بالله تعالى. فالمرأة ليس كالرجل. فأنت لبس البنطال، شو لبس البنطال؟ عجيب، بنطال كشف عورة. لبس البنطال ليس كشف عورة، تزيين العورة. المرأة لما تلبس بنطال بتزين عورتها حتى ينظر إليها الناس. لبس البنطال تختار لون، تختار نوع، تختار حجم، تختار، فتلبسه حتى تجذب أنظار الناس، وهي بغفلة، هي بغفلة، هي تظن أن الناس ينظرون إليها نظر إعجاب، هم لا ينظرون هكذا. فكل من يستطيع أن يأمرها وأن يكون لها أثر، أن يكون له أثر عليها فهو آثر. أنت تأمر إخوانك، ينبغي أن يقال لهم: اتقوا الله وأمروا زوجاتكم. أبوك ينبغي أن يأمر، أمك ينبغي أن تأمر، أهل الصلاح من ذوي هؤلاء البنات، هؤلاء الزوجات يأمرن، أمها وخواتها خالاتها إلى آخره. أنت على ثغرة من ثغر الإسلام. وماذا نفعل إحنا الآن؟ تابعوا علي حتى أختم بهذه الكلمة. أنا أملك المسافة من فمي إلى أذنك فقط، من أذنك لقلبك بيد الله، ليست بيدي. أنا أوصل الكلام لأذنك، أسمعك بكلمة طيبة، وطيب الكلمة وحسن الأسلوب هو من أجل أن الكلام ما يبقى في الأذن، حتى تكون الطريق من الأذن للقلب سالكا، حتى تكون الطريق سالكا من الأذن للقلب. أنا المطلوب مني أتكلم بكلام في لين، فيه شفقة. وأحسن شيء لما تنهى عن المنكر
تشعر من تنهاه أنك شفيق عليه. إن علم أنك شفيق عليه فهذا من مدعاة الاستجابة، والله تعالى أعلم. أنا على معصية وقائم على فعل هذه المعصية ولا أستطيع أن أبتعد عنها، فماذا تنصحني؟ أما قولك لا أستطيع أن أبتعد عنها فأنت مخطئ. قولك لا أستطيع أن أبتعد عنها أنت مخطئ، تب إلى الله عز وجل من هذه المعصية. طيب من تاب من معصية ثم عاد إليها ما هو الواجب عليه؟ أن يعود فيتوب. فإن عاد المطلوب منه أن يعود ويتوب، وأن تكون التوبة توبة نصوحا. والتوبة النصوح ألا تكون شهوة في القلب تتعلق بفعل المعصية، وإلا أن تتوب دون توبة. توبة النصوح، توبة النصوح أن تنزع شهوة هذه المعصية من قلبك، وأن تستقيم على أمر ربك سبحانه وتعالى. طيب أخ يقول بعض الإخوة السلفيين يزكون بعض مشاهير أهل البدع، هل هذا صحيح؟ يعني هل هذا صحيح واقع؟ نعم واقع، بس هل هو صحيح في الشرع؟ ليس صحيح في الشرع. السلفيون غير السلفية، والإسلام المسلمون غير الإسلام. السلفي هو الذي يفهم الدين النقي الذي أنزله الله تعالى على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعظم الصحابة والتابعين وتابعين. في منهم أخطاء كثيرة، أخطاء بشر مثل سائر الناس، فإن فعلوا الخطأ ففعلهم هذا لا يسوغ. النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة كان يأتيه الرجل، في الحديث الذي يأتينا في الدرس القادم في شرح صحيح مسلم، أتي برجل انتحر، قتل نفسه بمشاقص، شيء مثل السكين أو السيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أصلي عليه، صلوا على صاحبه. فالمخطئ لا يظهر، المبتدعة لا نظهر الترحم عليه. هل يجوز الترحم عليه؟ يجوز، لكن لا نظهره للناس مخافة أن يفتتن الناس بأعماله. فالمبتدعة نهجرهم في حياتهم، نهجرهم بعد وفاتهم. بعد وفاته ماذا نفعل؟ لا نظهر الترحم عليه، لكن هل لنا ندعو له؟ لنا ندعو له أن يغفر له، لكن لا نظهر ذلك. فالنبي أبى أن يظهر الصلاة عليه، قال صلوا عليه، صلوا على صاحبه. فالمبتدع على خطر عظيم، وما عصي الله تعالى بأشد من البدعة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب بعض النساء يلبسن البنطال الواسع ويقولن هو فضفاض. أنا البنطال الواسع لا أعرفه إلا في الخيال، أما في الواقع ما أعرفه، ولا سيما عند الركوع والسجود. هذه التي تلبس بنطال فضفاض لو قيل لها هل تصلين فيه؟ قالت لا. ليش لا تصلي فيه؟ تعرفين أنه ليس فضفاضا. المرأة تلبس البنطال تقول هو فضفاض، هذا في الخيال، ليس هذا صحيح، هذا ليس بصحيح. ولذا لا يجزئ الصلاة بالبنطال. أخت تقول، وأختم هذا المجلس بجواب هذا السؤال، أخت تقول بعد تركيب اللولب أصبحت الإفرازات تستمر طول الشهر. سؤالي، هل يجب الاغتسال لكل صلاة أم أكتفي بالوضوء؟ الواجب عليك الوضوء إذا نزل شيء من الدم، والنبي أرشد بعض النساء أن تغتسل لكل صلاة، وهذا ليس من باب الوجوب، هذا من باب الإرشاد. فالمرأة إن أرادت أن تغتسل فلا حرج،
لكن هل الواجب عليها الاغتسال؟ لا، يكفيها الوضوء. الاغتسال يكون من الحيض، والحائض يحرم عليها شرعا أن تصلي، ويحرم عليها أن تصوم، والصلاة لا تقضيها، والصوم تقضيه. فالواجب المرأة التي انتهت عدتها ورأت القصة البيضاء ثم بدأ ثم بقي الكدر ينزل من فرجها، فالواجب عليها الإيش؟ الوضوء وليس الاغتسال. طب الإفرازات هل يجب فيها الوضوء؟ هذا مما فيه خلاف. بعض أهل العلم قدمت طبيبة من تلميذات الشيخ ابن عثيمين له بحثا مطولا تبين فيه أن الإفرازات تنزل من غير الفرج، من غير مخرج الدم والبول، فأفتاها بأن الإفراز طاهر وليس عليها وضوء منه. الإفراز حتى الوضوء ليس عليها إفراز وضوء منه. والجماهير يقولون بأن الإفراز فيه الوضوء، وهذا من باب الاحتياط، ولكن ليس فيه غسل. تقول أنا قبل اللولب عادتي الشهرية 7 أيام، الآن بعد انقطاع دم الحيض 7 أيام أغتسل أم أنتظر 15 يوم؟ لا، هذه المرأة تسمى المحيرة. المحيرة اختلطت عندها الحيض مع الاستحاضة ويبقى الدم ينزل لمدة طويلة، فالمحيرة تمكث. أفتاها أفتى النبي صلى الله عليه وسلم قال امكثي قدر أقرائك، امكثي قدر حيضاتك، قدر الحيض، ثم اغتسلي وصلي. تغتسل بعد أن تمكث الحيض 7 أيام، ثم أصبح الحيض مختلط بأشياء أخرى ولا تستطيع المرأة أن تفصل بينهما، فحينئذ الواجب عليها أن تمكث قدر أقرائها، قدر حيضاتها، ثم تغتسل وتصلي. لكن هل المرأة تختلف حيضتها؟ نعم، المرأة قد تختلف حيضتها من سن لسن ومن حال لحال. فإذا استطاعت المرأة أن تميز الحيض من غيره فالواجب عليها عند التمييز أن تترك الصلاة في وقت الحيض. المرأة البكر حيضها ليس كحيضة المرأة المتزوجة، المرأة الشابة ليست حيضتها كحيضة المرأة الكبيرة، المرأة عند انقطاع حيضها قبل أن تيأس من الحيض يختلف مدة حيضها عن مدة المرأة وهي قوية وهي شابة. فالحاصل والخلاصة أن المرأة إذا اختلطت عليها الأمور فهي متحيرة وتمكث قدر أقرائها، وإن استطاعت أن تميز الحيض من غيره فالحيض تختلف مدته من حالة لحالة. فالواجب عليها عند التمييز أن تترك الصلاة وهي حائض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحيض دم أسود يعرف، أو قال يعرف. إخواني إحنا رجال، لكن قد يجب علينا نحن الرجال أن نتعلم هذا الأمر، ولذا أنا أفصل كيف يجب علينا أن نتعلم هذا الأمر. زوجتك ما بتتعلم إلا منك، أنت ولي أمرها وإن شيخها، ما تكون جاهل. زوجتك الآن أحكام الحيض متى تصلي ومتى ما تصلي ما لها نرجع إلا أنت، فالواجب عليك أن تتعلم.
مش بس تعلم زوجتك، تعلم زوجتك حتى الزوجة تعلم مين؟ تعلم بناتك. بناتك كيف بيعرفنا هذا الحكم؟ كثير من الناس يقول المشايخ ما بيشتغلوا إلا في الحيض والنفاس. يا جماعة والله الحيض والنفاس ما احنا فاهمين، الحيض والنفاس والله لا نعرفه للأسف. فقد تترك المرأة الصلاة، الصلاة واجب عليها، وإذا كانت حريصة قد تصلي صلاة وهي آثمة، لأن الحائض يحرم عليها الصلاة. فينبغي أن نعلم. فالخلاصة والزبدة كما يقولون، إذا كانت المرأة تميز الحيض دم أسود، قال النبي يعرف، أو قال يعرف، يعرف أي تنبعث منه رائحة كريهة من العرف، والعرق هو الرائحة، دم الحيض أسود. فإذا المرأة رأت دم أسود تنبعث منه رائحة، والرائحة كريهة دم الحيض، أو قال يعرف، يعرف من المعرفة، والمعرفة يصطحب الدم آلام، المرأة الحائض يصطحبها آلام. إذا أنا أوصي بالأزواج، وهذا أمر يعني ينبغي أن يعرفوه، أشد المرأة أشد أيام للرجل في معاملته مع زوجه وهي حائض. تكون امرأة تنزف، المرأة التي تنزف ينبغي إيش تعمل؟ ترحمها، تستوعبها، تفهمها. أغلب حالات الطلاق في المجتمع اليوم والمرأة حائض. امرأة حائض مريضة، مريضة، امرأة مريضة، امرأة تشكو، إن أمرتها لا تستجيب. المرأة وهي حائض مضطربة، فأنت في كل شهر لك موعد في بلاء مع زوجك. هذا البلاء اصبر عليه، اصبر عليه. كل الرجال، ليس رجل بعيني، ليس امرأة خاصة. فبعض الناس ما يعرف، يرى زوجته تتقلب، يقول لك زوجتي ما شاء الله عنها وانتهت. اسأل نفسك إذا زوجتك حائض طبيعي هذا التقلب؟ إذا الشرع حرم أن تطلق المرأة وهي حائض، يحرم عليك شرعا أن تطلقها وهي حائض. فالشاهد المرأة لما ينزل من الحيض، أولا لونه غير لون الدم العادي، اثنين الرائحة، ثلاث الآلام التي تصطحب الحيض. فالرجل ينبغي أن يفهم هذه المسائل وأن يعلمها زوجه، لتعلم زوجته بناته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.